شو هي كلمة الفلك عاطفيا لمواليد الثور بشهر نيسان أبريل 2024؟ عزيزي، بتهتم بقضية عائلية بتحصل وبتخص أحد الأولاد أو أحد الأقرباء. يمكن يطرأ شيء بيشغلك شوي وبتبين قلق من بعض تصرفاتهم، أو بتخشى من تهور بيصدر عنهم. هالكسوف يلي بيحصل مع فينوس بيتحدث كمان عن تغيير بطريقة التصرف أو طريقة النظرة إلى الآخر. يمكن يتعلق الأمر بأحد الأبناء أو فيك، أو بصورة عامة بوضع عائلي مهم. في تحضير لشي بده يطرأ بالأشهر المقبلة. بترجع شوي لورا حتى تعاود اللقاء بحدا حبيته بالسابق، وبشجعك كوكب مارس على اتخاذ مبادرات إما بحسم علاقة لإلك أو بالتجرؤ على اتخاذ قرار لا ما بقى يحمل التسويف أبدا. بعد مواليد الثور بيعيدوا حساباتهم بشأن شريك عاطفي يمكن ما بشطرهم الأهواء والميول، ويمكن تتعقد الأمور إذا طرأ سوء تفاهم بالنظرة إلى أسلوب العيش. هيدا الشهر بيحمل شكوك وتردد وإرباك يمكن ما تقدر عزيزي الثور التعبير عنها. في عندك هواجس في قلبك وعندك تناقضات، حاذر رغم هالشي من قرارات انفعالية، خاصة أنه الشمس ببرج الحمل بتجعلك رافض لأي اعتراض أو مواجهة. بزودك فينوس بالحوت بحدث ممتاز، وبيدفعك في بعض الأحيان لالتقاط بعض الفرص أو لاتخاذ قرار بالوقت نفسه أو الوقت المناسب لتوصل إلى نتيجة. رغم أنك بالإجمال عقلاني، بتحرص دايما على تكوين أفكارك من خلال التحليل والدلس والبراهين المنطقية. لا شك أنه نمط هالشهر سريع عليك شوي، أنت نمطك أبطأ مما يحصل بها الشهر، فكوكب مارس بيدفعك للتطرف في بعض الأحيان. أنت الرجل والمرأة المعتدلين، بيخلي مشاعرك صاخبة، بتكون على موعد مع بعض الشغف، لكن أيضا بيتحدث المشهد الفلكي عن بعض التعقيدات بسبب الوضع الاجتماعي للآخر أو لأنك تبدو منجذب إلى حب مستحيل. يمكن استنتجت انه هالشهر مليء بالتناقضات والمفاجآت، بس رح يترك اثر كبير على نفسك، وربما بيكون شهر مصيري لبعض مواليد الثوره.